اهلا وسهلا فيكم من جديد معكم متابعينا ومشاهدينا، ونبدا فقراتنا ان شاء الله مع ضيوفنا لليوم بالاستوديو. راح تكون معنا رانيا العبادي اخصائيه تغذيه، راح تحكي لنا عن حساسيه القمح او الجلوتين. بنشوف في ناس صار عندهم هذه الحساسيه على كبر، وفي ناس كانوا من لما ولدوا، صار الحديث عنها كثير بالاونه الاخيره، فراح نعرف عنها اكثر بتفاصيل من رانيا. صباح الخير رانيا، اهلا وسهلا فيك. صباح الورد، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه، احنا مبسوطين انك معنا اليوم ونحكي بهذا الموضوع. صح. لانه كثير في ناس ترى يمكن ما بتعرف عنه معلومات كثيره، مع انه في ناس كثير يتحسس من هذا. صح. في ناس كثير هي بيكون عندهم حساسية من الجلوتين أو السيلياك ديزيز، بس ما بيكونوا يعرفوا أنه فعلا سيلياك ديزيز، أنه مرض بحاجة أنه يتشخص عند طبيب ويكون له حميات غذائية خاصة. إحنا في البداية بدنا نعرف شو هو هذا الموضوع، نوضحه أكثر، وكيف يعني ممكن نعرف أنه أن حساسية أو ما عنده. تفضل. بداية لازم نعرف شو هو السيلياك ديزيز. هو حساسية من الجلوتين. الجلوتين هو عبارة عن بروتين موجود بالقمح والشعير. هلا شو اللي بيصير عندنا احنا، هو عبارة عن مرض مناعي بيصيب عندي، بيكون عندي بالجهاز الهضمي تحديدا بالأمعاء الدقيقة. شو بيعمل؟ بيسبب عندي تلف بالخميلات أو بنسميها الأهداب، الفيلاي. هاي بتبطل تمتص عندي العناصر الغذائية اللي أنا بحاجتها اللي باخذها من الأكل. هلا شو الاعراض اللي بتصير عندي انا عشان اعرف انه انا عندي السيلياك ديزيز؟ المريض عند الاطفال بعد من 6 شهور لسنتين بتبلش تبدا عندهم الاعراض عاده، اذا كان بمرحله الطفوله بيكون عندهم بطء بالنمو، بيكون عندهم نمو كثير بطيء، بيكون عندهم ضعف عام باجسامهم، وبيكونوا يعني عندهم سوء امتصاص لكثير من العناصر. أوكي. بيصير في عند المرضى كمان البالغين بيكون عندهم اسهال مزمن في بعض المرات او امساك مزمن، بيكون عندهم آلام في المعدة أو في الأمعاء، وبيصير في عندهم عادة نفخة في البطن. هلأ هاي من أهم الأعراض، هي بتشبه كتير أعراض أي آلام بتصير عندنا بالبطن، إحنا ممكن نتجاوز عنها، لكن في إذا استمر هذا الموضوع عندنا بعد تناولنا لأكلات معينة لازم مراجعة الأخصائي بهذا الموضوع. طب رانيا، ليه ما بيكون في هناك فحص؟ يعني هلأ بنشوف مثلا التفول النيو بورن أو البولة بيعملوا له فحص التفول بالمستشفى، ليه حساسية القمح ما عم بيعملوا لها؟ أو مثلا هل هناك عدد قليل من الناس اللي عندهم حساسية القمح، أو الناس عم بيمشوا في الحياة إنه خلاص بتشوف البيبي مثلا ممغوص دائما، متضايق دائما من بطنه، فبيحكي لك عادي ممكن نفخة أو مغص للأطفال. بالضبط. هلا هم لما تبدأ تصير عندهم هاي عادة، لما تبدأ بتصير عندهم الأعراض الطبيب الأخصائي هو بيصير بيشخص حسب حالة هذا المريض، بياخذوا إما من الدم بيعملوا فحص عن طريق الدم، أو الحالات المتقدمة بياخذوا خزعة. أوكي. من جدار أو بطانة الأمعاء الدقيقة، وعلى أساسها بيشخصوا هاي الحالة وممكن يتجاوزوها. طب اليوم احنا عم نحكي انه هل هذا المرض او هاي الحساسيه، خلينا نحكي، بتنولد مع الشخص مع الطفل نحكي، او ممكن بعد عمر معين، او مثلا لها بيئه معينه حتى تعيش فيها لها يعني خصائص؟ هلا وجود معين. هذا المرض عشان انا يكون جهازي المناعي يقدر يقاوم هذا الشيء لازم تكون الجينات موجوده عندي بالجسم. هلا اذا كانت الجينات موجوده ممكن انا اتعرض للسيلياك ديزيز. هلا الاطفال من عند 6 شهور لسنتين بيبدأ عندهم هاي الأعراض، وبنشخصها بيتشخصوا إنهم هم عندهم سيلياك ديزيز. طب بدنا نتبع حمية عشان نحافظ على جسمنا من أشياء مثلا الجلوتين فري، أو مثلا خالية من القمح، أو من منتجات أيضا القمح. فاحكي لنا عن هاي الحمية، والمشكلة لما يكون عندك طفل كيف بدك تحكي له إنه بدك تفهميه إنه لا حساسية القمح إنك أنت بدك تنتبه، وخصوصا لأنه أغلبية الشوكولاتة أو الشوكولاتة الموجودة فيها القمح. هلا بداية هو الحمية الأساس فيه هي جلوتين فري دايت، بده يكون الغذاء خالي تماما من الجلوتين. وين هلا هو وين اكثر شيء رح يكون متواجد عندنا؟ بالقمح، بالشعير، السميد، البرغل. يعني يمكن عم بنشوف مجموعه من الصور اذا زميلنا المخرج بورجينا حتى نوضح اكثر بالصوره ايضا ممكن ايش هي الاشياء اللي بتعمل تحسن. تمام. فهاي الاشياء اذا تواجدت بغذائنا هي هاي الممنوع تكون موجوده يعني في غذاء، سواء كان للاطفال او للبالغين او كل امراض السيلياك ديزيز. حلو. هلا الاطفال مشان احنا نتجاوز عن هاي الامور في لهم بدائل، يعني هلا مش كل شيء موجود بالقمح، ممكن انا استبدل عن القمح، ممكن يكون عندي الرز. أوكي. حتى الخبز اللي انا ممنوع اخذه لانه في قمح ممكن استبدل عنه بخبز الرز او الذره.
هاي من البدائل للخبز، وبتنعمل منها كل انواع الخبز، التوست، الخبز الفرنسي، كل انواع الخبز يعني. ممتاز. طب اليوم احنا يمكن عم نحكي عن اختصاصي معين او طبيب معين ممكن يعمل لي برنامج معين، راح ممكن من خلاله يتعالج ولا هاي خلص مستمره؟ راح لا لا، هذا المرض ما له علاج يعني، خلص اللي عنده سيلياك ديزيز بيضل معه مدى الحياه، ما له اي تحت اي نوع من العلاجات، ما له علاج. بس الاساس فيه انه احنا نتبع الحميه مشان احنا نتفادى الاعراض، الالام اللي بتصير معنا، بنتفادى امراض ممكن تصير معنا على المدى البعيد بسبب انه انا جسمي ما عم يمتص العناصر الغذائيه زي ما لازم. مثل ايش امراض يعني ممكن؟ ممكن اول شيء يصير عندنا الايرون ديفيشنسي، ممكن يصير عندنا نقص بالحديد بسبب عندنا انيميا. طبعا هاي من الامراض اللي احنا يعني ما بنحب او ما بصير انها نوصل لهي المرحله يعني. ممكن يسبب عندنا هشاشه بالعظام على المدى البعيد كمان بسبب لانه انا جسمي ما عم يمتص لا كالسيوم ولا فيتامين د، هذول اساس يعني لجسمنا، لصحه جسمنا والعظام. كمان ممكن يسبب عنا على المدى كمان البعيد، ممكن يسبب عنا أنواع من السرطانات، وهي بنسبة كتير قليلة. نعم. تحدثنا في البداية إنه أي إشي القمح، السميد، هدول الأشياء اللي فيها الجلوتين. إيش في كمان أغذية ممنوعة بكون فيها القمح أو الجلوتين؟ هلا إحنا عادة بحميتنا لما يكون مريض سيلياك ديزيز بنمنع عنه إنه يأكل الأكلات الجاهزة، لأنه إحنا فعلياً ما بنعرف إيش داخل يعني. فيها. ايش داخل فيها، ايش مكوناتها بالضبط. غير الجانك فود كمان ممكن الصلصات، هلا الكل بيستغرب انه انا باكل الصلصه، في بعض المطاعم او بعض الناس بيضيفوا لها معلقه النشا او معلقه الطحين، النشا كمان بدون بدون احنا ما نحس، فانت بتاكله فعلى طول بتضايق، بتصير عندك الاعراض، فاحنا هذا الشيء لازم نتجاوزه. اوكي. الصويا صوص كمان، الكاتشب كمان من الاكلات اللي فيها نسبه من الجلوتين، انه بيضيفوا الى بيضيفوه لإله، فبيصير عندنا من هاي الأعراض. طب يعني كيف بدنا الأم تنتبه، أو مثلا كيف بدها تعطي حلول للطفل؟ يعني أنت بتحكي لي الكاتشب، أنت بتحكي لي يعني الأمور الأساسية اللي بحبها كل طفل. بالضبط. هلا إحنا ممكن إحنا بالبيت، إحنا يعني في بدائل إحنا بنقدر نعملها بالبيت، نصنعها بالبيت يعني، نعمل إنه إحنا بنقدر نعمل كاتشب بالبيت. أوكي. من البندورة مثلا ومكونات أخرى، بس إحنا بنكون عارفين إنه أكيد هو ما في أي عنصر. أتوقع يمكن في أغذية بالصيدليات جاهزة ومعمولة لمثل هيك. بالضبط. هلا هي تكلفتها عالية، فإحنا مشان هيك بنضطر للبدائل المتوفرة لست البيت، انه هي سهل عليها توفره لابنها. وهيك ممكن كمان الشيبس اللي في كثير. بالنسبه لموضوع الشيبس والكوكيز والبسكويت هذول والكعك، كمان احنا في لها منتجات خاصه خاليه من الجلوتين موجوده بالمخابز وبالمطاعم باماكن متخصصه. والشيء الاساسي فيه انه احنا دائما اذا بدنا نتبضع او نشتري لازم اي منتج ننتبه انه يكون مكتوب عليه جلوتين فري دايت. وفي اذا مش مكتوبه هاي المعلومه وانا عندي مثلا او المريض عنده سيلياك ديزيز، ما يفضل انه ما ياخذ هذا المنتج. ممتاز. لانه ما بنعرف اذا بيكون داخل بطريقه او باخرى يعني. احنا بنشكرك لكل هاي المعلومات وهاي الرسائل، اكيد خبيره التغذيه رانيا العبادي، يعطيك الف عافيه. الله عافيك. وكل الشكر. تسلم. شكرا. يعطيكم العافيه. شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا، ودائما مثل هذه المعلومات بتثري المشاهد، وكل واحد ما بيعرف، ممكن الواحد يكون عنده هو مش عارف، خصوصا انه ممكن تظهر على الكبار. نشكرك رانيا، وننتبه للصغار خاصه يعني. أكيد. انه ممكن ما بيقدروا يعبروا انه زي ما انت حكيتي اي من الاعراض، انه يروح يفحص او يشيك على الطفل، لانه الطفل ما بيعرف اي شيء بتقدم له اكيد بياكله يعني خلينا نحكي ان شاء الله صحه وعافيه على كل الاطفال وعلى الجميع يا رب. أكيد. دائما.